ازيكم يا بنات، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم طريقه السمنه البلدي او السمنه الفلاحي زي ما بنسميها. هي مكوناتها بسيطه خالص، مفيش فيها اي حاجه. ده عباره عن وش لبن اللي هو او القشطه اللي بتكون على اللبن من فوق. انا بقعد احوشها كده دايما في علبه كبيره عندي وبعينها في الثلاجه، ودي دوب كده معلقه ملح بس، يعني مفيش حاجه اكتر من كده. انا يا دوب بس هرفع دي على نار هاديه وبزود لها معلقه الملح دي وبس. وفي الاخر هتشوفوها معايا طول ما هي على النار انا بعمل فيها ايه. اهي يا بنات معايا بالشكل ده، انا رفعتها دلوقتي كده على نار هاديه خالص خالص، زي ما بيقولوا كده شعره نار، يعني حاجه بسيطه خالص مفيش اي حاجه. واقوم حاطه لها كده شويه الملح، معلقه الملح دي، واقلبها كده بس. وهسيبها هي دلوقتي اساسا، يعني مش هتكمل ان شاء الله 5 دقايق، وهتلاقوها فصلت الزيت بتاعها فوق وكمان المرته بتاعتها تحت. المرته دي طبعا كل الناس بتحبها قوي، وفي ناس ما بيحبوهاش، بس بجد بتبقى حلوه قوي. فانا دلوقتي يا دوب هقلبها كده تقلبتين وهسيبها بقى. انا دلوقتي كده هسيبها هي يا دوب هتنزل، هتصفي يعني الزيت فوق والمرته بتاعتها تحت، فيا دوب بقى هسيبها كده لحد ما تعمل الحركه دي، وهوريها لكم كمان وانا بتابعها. شايفين بقى كده يا بنات، ده شكلها يمكن بعد حوالي نص ساعة. انا طبعا كل شوية اجيب عنها واقلبها 5 دقايق كده، واجي اقلبها تاني لحد ما توصل للمرحلة دي كده. انا حاسة كده يعني ان الزيت خلاص قرب بتاعها يوصل لفوق، والمرتة او العجوزة، في ناس بتسميها كده طبعا بيسموها العجوزة او المرتة بتاعتها، نزلت لتحت. انا طبعا بقى كل شوية برضو هجيب واقلب فيها لحد ما توصل للون الذهبي الجميل، وهوريها لكم كمان بقى شكلها عامل ازاي. وده كده يا بنات شكل السمنه بعد ما شكلتها من على النار. شايفين هي وصلت للون الذهبي خالص، يعني انا عاوزاها للدرجه اللي بين الذهبي قبل، يعني مش عايزاها تتحرق. شايفين انه عامل ازاي بين الذهبي والبني كده شويه، يعني هي متحمره. يعني انا جايبه هنا معايا كده علبه صاج اهي، عشان طبعا ما تسحش او كده. وهنا المصفه برضو، المصفه بتبقى حديد دي شويه، هصفيها بس فيها وهوريكم شكلها في الاخر بقت عامله ازاي. وده كده يا بنات شكل السمنه اللي انا عملتها. إيه طبعا صفيت دي من دي الاول زي ما قلت لكم كده، الاول في علبه صاج بالمصفى، يعني دي اللي هي المرته او العجوزه اللي بتبقى تحت بالشكل ده كده بعد ما صفيتها. طبعا في ناس بتحب تاكل دي، بتبقى حلوه قوي الصراحه. ودي كمان بقى شكل السمنه، يعني شويه اللي كانوا معايا دول عملوا حوالي 3/4 البرطمان ده كده، بس بجد حلوه قوي، وبجد ريحتها من جوه اساسا جميله جدا. يعني هي من جوه كده بالشكل ده، انا كمان استخدمت منها بجد جميله قوي قوي. يعني انتوا جربتوها ان شاء الله هتعجبكم قوي. ولو الفيديو بتاع النهارده عجبكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وشير كمان للقناة. وباي باي.